اليوم بدينا الجلسة الحوارية بمناسبة الأسبوع العالمي للأرشيف بعنوان الوثائق الأرشيف لذاكرة حفظ الغد، بمشاركة الجهات الحكومية في إمارات الشارقة من ضمنها 120 موظف من الجهات الحكومية في الإمارة، وهناك ضيوف شرف من الأرشيف المكتبة الوطنية ومعهد الشارقة للتراث ومركز جمع الماجد. نشكرهم على حضورهم اليوم. من ضمن الحوار اللي في الجلسة تنظيم الوثائق الحكومية في جهات الحكومية في إمارة الشارقة، وتأتي هذه الجلسة لإبراز دور الهيئة في تنظيم الوثائق الحكومية في جهات الحكومية في إمارة الشارقة.